السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، وانتم ما كتشوفوا معايا هذا الفيديو. بغيت نصبح لكم ولا نمسي عليكم في الوقت اللي كتشوفوا معايا هذا الفيديو بهاد الوريضات الزوينين، لان الصراحه كنهديكم كل الحب وكل المشاعر الزوينه اللي كنكنلها لكم، حيت كنلقى واحد الحب زوين من جهتكم. ربي اللي حاس كيفاش كنحس بهاد المبغيه ديالكم والدعوات اللي لقيت في الفيديو اللي حطيت لكم على المشكل اللي وقع ليا في الدار. لقيت بزاف نتاع الدعوات اللي زوينين. شكرا 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 لكم بزاف 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 صراحه. راه واخا حطيت مراوغ الى فيديو ولا جوج، ممكن حطيت جوج فيديوهات على ما كنظن، كنت مصوره من قبل ولا كنت مصوره، عندي فيديوهات اللي مصوره وما حطيتهمش، زعما ما قدرتش نصور شي فيديو من بعد هذاك. انا بصح ما كانش سهل عليا انني نبارطاجي معكم المشكل اللي وقع ليا، ولكن الصراحه كنت باغا باش ردوا بالكم، باغا الناس اللي غادي تكون غتبني ولا غدير اي حاجه كيما كانت هذه الحاجه من غير حتى البني، هو انها تريت بشويه عليك وما تزربيش. والله العظيم الا الزربه شي حاجه اللي خايبه، واخا انا ما نقولش كنت زربانه هو اللي خلاني وقع فيا هذا الشيء، ولكن سبحان الله العظيم ملي كتكتب شي حاجه راها كتكتب في بزاف نتاع الاشياء، في بزاف نتاع الحوايج اللي في الحياه ملي كتبغي تكتب علينا راه كتكتب. كما قالوا بتعليمه، هي تعليمتها كانت بالنسبه لي خايبه وقاصحه بزاف بزاف بزاف. وكانت هاد السيمانه، غنقول هاد السيمانه ولا هاد العشر ايام، كنت عيانه شويه مشكيت عليكم، ومهم بزاف نتاع الحوايج اللي انا صراحه ما بغياش نبارطاجي الحوايج الخايبين، ما بغيت نوصل لكم الحاجه الزوينه والطاقه الايجابيه. سبحان الله واخا كدوز عندنا واحد الوقيته خايبه، راه من بعدها غادي تكون هي الحاجه الزوينه ان شاء الله. باش تغلبت على هذا المشكل وباش قويت راسي، هو انني بقيت كنقول شو الله سبحانه وتعالى شنو مخبي لي فيها، شنو الخير اللي عندي فيها باش نمشي لارض اخرى، وباش هذا ما عرفتش ربي شنو السبب اللي خلاني به، وقريب غادي تبان ان شاء الله، وغادي نقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله انها تسرات، والحمد لله ان الامور بقات غادا بشويه بشويه ان شاء الله غادي تقاد كل شيء، وبشويه بشويه مصابه هي الصحيحه، مصابه هي العافيه. والله يخلي لي يا ربي وليداتي، ويخلي لي الصحيحه، ويخلي لي الناس العزازين عليا بصفه عامه، حيت بزاف نتاع الناس عزازين عليا ومنهم حتى نتوما، الله يخليكم ليا. هادشي اللي غادي نقول لكم الحمد لله على كل حال. وبغيت نقول لكم شكرا 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 بزاف بزاف نتاع اتصالات اللي لقيتهم من عند متتبعات ديالي اللي عندهم نمرتي، بزاف نتاع الميساجات، بزاف نتاع الميساجات اللي زوينين 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 الصراحه لقيتهم بزاف. شكرا لكم شكرا لكم، شكرا للمحبه ديالكم. بزاف اللي بكاو معايا، وبزاف اللي هزوا لي الهم وانا كنعيش هذا المشكل، كيقولوا لي كنا عرفتي كبتنا وقفات، كنقولوا كيفاش كنتي عايشه هذا الشيء وشاده عندك. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. بصح الدنيا ماشي دائما زوينه، ماشي دائما عندنا هي الزوين فيها. يا ما يا ما يا ما يا ما شفت يا ما شفت. الحمد لله فاش كضيق عليا كنقول ما غاديش تكون اكثر من الفراق نتاع الوالدين، الفراق نتاع ميمتي اللي فاش انا كنت صغيره وماتت، والفراق نتاع الوالد ما غاتكونش اكثر من العزاز. صافي ملي كتمشي الحياه راه مشى بزاف نتاع الحوايج، فما بالك كيما كنقولوا هي وسخ الدنيا. دابا ان شاء الله تيسر، ودابا تقاد، ودابا مزيان الحمد لله على كل حال. المهم من هذا الشيء هو انه الحمد لله بدات كيبان واحد البياض اللي هو غاديين عليه، اللهم لك الحمد. فهاد الشيء غنهدي لكم هاد الوريضات اللي جاوني الصراحه زوينين زوينين زوينين، ما نقول لكمش واحد الريحه فيهم شحال غزاله. وهاد النهاريات غادي يكون عندي غادي نقول لحبابي، نقول شهيد الضياف ديالي، غادي تجي عندي سناء والحاجه يباركوا لي الدار، حيت الحاجه عمرها ما جات عندي للدار. سناء جات حيت انها كانت بغات دير ليا مفاجاه، فكانت مضطره انها تجي، ولكن الحاجه ما بغاتش تدخل الدار، قالت لك ما ندخلش بيدي خاويه حتى نجي نبارك لك الدار. الصراحه انا كنت كنقول لها الحاجه راه ما بيناتناش هذا الشيء، راه حنايا الحمد لله حباب، وما بيناتناش لا صواب ولا كابويات ولا حتى شي حاجه. قالت لك لا، وحتى سناء كانت مصممه ان دخلها تكون بوحديتها، ولا زعما مباركه الدار بوحديتها. ان شاء الله لقيت بزاف المتتبعات اللي كيقولوا لي كنتسناو الذكر في الدار ديالك، وصدقه
ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله. بغيت ندير شي حاجه، ماشي غنقول اكثر من هذا، من القران اللي تقرا في الدار. الحمد لله كنقراه، والحمد لله كنديروا اللي قسم الله واللي قدينا عليه، راه حنايا كنديروه اللهم لك الحمد. بغيت ندير شي حاجه اللي فريمون صدقه بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذيك انا بالنسبه ليا اكبر صدقه ممكن نديرها، هو شي حاجه لله ماشي في الشر، وماشي ما باغاش حتى نبارطاجيها وما باغاش حتى نقولها، كي بغيت شي حاجه لوجه الله نديرها، وان شاء الله يا ربي تقدرني عليها غدا فيها، وان شاء الله يا ربي تكتاب ونديرها ونخليها بيني وبين الله، وان شاء الله غادي تكون صدقه اللي نجمعوا فيها العائله اللي بزاف اللي بغاو يجي ويباركوا لي، صحاباتي حتى هما شحال صحاباتي بغاو يجيو يباركوا لي الدار، فمرحبا بهم كاملين، ان شاء الله نتجمعوا ونفرحوا كاملين. كل شيء كان هز لي الهم، وكل شيء كان مكبد لي الهم، والحمد لله على كل حال هادشي اللي كاين. خليكم مع الفيديو حيت غادي نوض نبدا التوجيهات هاد النهاريات باش ندير واحد الطبيله زوينه، وباش نستقبلهم واحد الاستقبال اللي يليق بهم ان شاء الله يا ربي. خليكم مع التتمان تاع الفيديو، كنبغيكم بزاف، ومره اخرى كنقول لكم شكرا 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 للمحبه ديالكم، وشكرا اش نقول لكم لكل شيء، شكرا للقلوب الزوينه، والله القلوب الزوينه انا كنشكركم كاملين، حيت سبحان الله راه باش تكوني زوينه وتكوني طيبه بغض النظر على المعاملات اللي كنقدروا نتعاملوا بهم في الحياه، سواء فلوس سواء المهم شي حاجه اللي ماديه، بغض زعما بغض النظر على هذا الشيء، كاين شي حوايج اللي هما معنويه، شي حاجه اللي راه كيكون قلبك زوين باش تقدري تعطي لواحد كلمه زوينه، وباش تقدري توصلي له شي شعور اللي هو زوين من جهتك، الا وانت اصلا قلبك زوين. الله يعطيك ما تمنيتي، والله يبعد عليكم يا ربي الاذى منين ما كان، من عند اي شخص، اي حاجه في الدنيا اللي غتاذيكم الله يبعدها عليكم وعلينا يا ربي، ورزقكم صحيحه والعافيه يا ربي، ويشافي كل مرض يا ربي يا ربي يا ربي، الله يشافي جميع المسلمين يا ربي، ويخفف ما نزل على كل مضرور يا ربي. حراشات كنصاوبهم بزويته بلديه، وشويه الزعتر كنسبهم بالزعتر كنحكو بين يديا، راه ما نقول لكمش الريحه دابا ملي كيكونوا كيطبوا شحال زوينه. كندير فيهم مره حتى الزيتون الكحل حتى هو، مره كندير الكماش، دابا هي بالزعتر كيجيو غزالين مع شويه زيت البلديه، وملي كيبغيو ياكلهم الواحد يدير في وسط منهم فرماج، يدير فيهم زويته بلديه على حسب، المهم كيجيو غزالين كيجيو بنانين بحاجه الدار كتبقى صراحه. ما كناخذش ملي كنخرج داك القرص اللي غندور بهم اللي كيدور بهم كنساه ياك ضايل ريما كتدور هكا وكتقول لي ماما عافاك درنا داك الحراشات ديالك، كيجيو زوينين طيب، حاجه الدار كاع زوينه الصراحه كلها كتبقى متميزه. هذاك القرص هو اللي كنحطو عليه كنساه زعما، اللهم هكا ولا الحرشه د الزنقه، ولكن انا الصراحه الحرشه د الزنقه ما كناخذهاش، الملوي زعما كيعجبني، هي زعما كيعجبني الحاجه الدار كتعجبني، وهي كما كنقولوا شي مره راه الواحد كيعيا، ولكن راه ملي كتنوضي تحيدي العكز عليك كتوجدي شحال من حاجه. دابا مصوبه البغرير، كنصوب بغرير هاد النهاريات كندير بغرات كبارين، كم عارفين البرد كناكلو ماشي فحال ملي كيكون الحال سخون كنبقاو ناخذو شويه. بالنسبه للحسوه الصراحه تنزه دائما كتقولي لي الحسوه ديالك زوينه ياك، هادشي دائما ملي كتجي كتلقاني مصاوباها، انا كنصاوبها الصراحه حتى للفطور كتعجبني والعشيه كتعجبني، ومني قالت لي بغيتي نشوف كيفاش كديريها قلت لها نصورها، ربما حتى شي حد يكون بغى يسولني تسال، لان الصراحه سهله ولكن كتصدق معايا بنينه. فشديت زلافه صغيره نتاع سميده الشعل مسطى، سواء الرقيقه سواء على حسب نتوما شنو كتبغيو، انا هذه المسطى اللي عندي شديتها فزقتها بالمطايب، ملي كتفزك ما كتبقاش دير ديك الكشكوشه بحال اللي كتحيد من هذوك النشويات اللي كيكونوا فيها بزاف، ففزقتها واحد شويه واحد ربع ساعه ولا نص ساعه هكاك على ما وصلت لها، ودرت معها شويه زيت البلديه واحد جوج معالق كبارين حتى ثلاثه زويته بلديه وصافي، ودابا غادي ندير لها المطايب وشويه نتاع الملحه ونحطها بحال هكايا وطيب، وكنقاص عليها البوطه على خاطرها هي ملي كتفزك اصلا كطيب دغيا وكتجي الصراحه زوينه وشي حاجه اللي ساهله، وتا كطيب وكتبقى ملي كتبدا تنشف من الماء كنبقى نرويها بالحليب،
ومني كطيب وتسالي كنزيد لها واحد شويه نتاع على حسب كل واحد شنو كيبغي، واحد شويه د الزعتر كتجي رائعه بالزعتر. وكاين اللي كيبغي في ليو، انا حتى انا في ليو كيعجبني، ولكن بما ان هذا النهار بغيت نصاوبها بواحد النسمه نتاع الزعتر هي شويه حتى كتسالي، ما كنخليش الزعتر يطبخ فيها، حتى كنطفي عليها البوطه وكنحك واحد شويه الزعتر عليها وكنزيد لها عاوتاني واحد الدميعه نتاع زيت البلديه وكتجي رائعه وزبين. صافي بهذا الشكل هكايا غادي نغطيها. وبغيرات ديالي هما انا قربت نساليهم، درتهم في هذه اللعيبه هذه كتعاوني في التوجات ديالهم. وصافي حنا تقريبا قربنا نوجدوا العشيه ديالنا ان شاء الله. شنو نزيها شنو قلتي عاد دابا؟ والله الا التشيشه ديالك تتعجبني انا كما تقول لك تجي رطبه وزوينه بحال تتاكلي شي حاجه ماشي هي ماشي هي ماشي السميده. والله الا دابا عاد قالتها لي قالت لي انا واخا ما كنبغيش السميده ولكن ملي كنجي لعندك كتعجبني كتعجبني البلبوله ديالك وهذا كتجي زوينه. شتي دغيا دغيا كطيب عندها واحد نص ساعه هكايا كنت طيب وكتجي معلكه كتجي على على مزيناتها. طيبي دابا ملي شتك انا نتعلم صافي غتبقى ديري في حالها وطيب تا رميتها بالصحه والراحه الحبيبه ديالي بالصحه والراحه. لا ان شاء الله تبقاي تاكليها ها كتجي زوينه اه بالصحه والراحه. انا تتعجبني وحق الله واخا تبقى عندها يومين في الثلاجه تجي تسخنها وتنقلها يد كما قال له وحدته مغسل يدي هكايا ويد هنا ما عليش شي. صافي دابا نزها مني تاع تتحرك فيها وتعاود صافي خليها باركه بلا ما تخافيش عليها حيت فيها الزيت البلديه ما تخافي عليها لا تلصق ولا دير حتى شي حاجه. كندير لها فحال هكا وتغطيها فحال هذا الشكل هاد الغطيطيه هكا كتبقى عليها منفسه. صافي كطبخ حتى كتطلق داك السبا ديالها وداك الشيء وكتعاود كندير لها الحليب كما كتشوفوا وجدت العصير قهوه وحليب حطيتهم هنايا اتاي باش يبقى كلشي قريب حدايا ما بقاش مبرسطه. شوفوا معايا لقيت هاد التصويره نتاع انا ونوها. نوها شحال كانت عندك من عام هنايا؟ شحال؟ 17. لا وحده فيكم تهضر وي 17 العام صافي وشوف زعما الوقت سبحان الله العظيم شحال كطير. كنتي بخير على باك كيفاش 17 و 6 عام دارولنا فضيحه هادو داروا فضيحه دابا كيفاش هاد الشيء شحال في العمر كيفاش حيت انتيا في الاخر انتي في شهر 11 وهي في شهر 5 هاد الشيء علاش. صافي كما كتشوفوا معايا وجدت طبيلتي هكايا وقديتها وهذا الشيء اللي كاين. مرحبا بكم اجيو اجيو تشربوا معنا قهوه وكويس داتي. مرحبا بالجميع مرحبا بكم كاملين والف مرحبا. كيف كتشوفوا معايا هاد النهاريات عندي نهار كبير وانا بالنسبه ليا ملي كيجيو عندي الضياف اللي ما كنسميهمش انا ضياف كنسميهم حباب كنكون فرحانه بزاف. وباش نعبر على الفرحه ديالي خاصني ندير واحد الطبيله اللي زوينه ومتيوله كما كنقولوا كنكون مصاوبها انا بواحد الحب. كما كتشوفوا معايا صاوبت كلشي زعما ماشي كلشي كاين شي حاجه اللي اصلا عندي وكاين شي حاجه اللي صاوبتها بحال المسمنات بحال بغيرات بحال حريشات صاوبتهم انا في الدار شي حوايج اللي انا نقدر عليهم كما شفتوا معايا صوت الحسوه. وهذا هو كما كنقول راه سبحان الله العظيم الضيف كي ملي كيجي هو كيجي بواحد المحبه كنقولوا حنا حتى في المثل المغربي ديالنا راه ما يجي عندك اللي بغاك. وحنايا بدورنا الناس اللي غايجيو لعندنا خصنا نستقبلوهم بواحد الاستقبال اللي زوين. فكما كتشوفوا معايا هاد النهاريات الحاجه ماما سناء مشرفانه وجات عندنا نهار كبير ومع الجايين ان شاء الله في الطريق. هادشي علاش دابا كنقاد الطبل باش وصلت تكون المسائليه هذه كبغات باش تبارك ليا الدار الله يكبر بها. فهاد النهاريات كنجدا كنقولوا زعما تنديروا الدخله للدار ان شاء الله وان شاء الله يجي ويجمع الحباب كاملين ونكونوا مجموعين. غنخلي كما كتشوفوا معايا خليت هكايا غريبه درت التميرات درت المهم قديت حاولت انني نقاد واحد الطبيله اللي زوينه ريما البريوات تما ياكل. وهذا الشيء اللي كاين دابا انا كنقد الحسوه كنخليها كما قلت لكم قبيلات حتى كطيب. ها اختي الله يسلمك عليك هذه الحسوه هذه خاصها هي الاولى بوق وتصبع عليكم الخبار. كما كتشوفوا معايا كنخليها حتى كطيب على خاطرها ونبغي نحطها وكنكب عليها شويه نتاع الحليب اللي باش كتجي عاقده وكتجي زوينه. ما درناش فيها الزعتر نديرو فيها ريمه ياك لا بلاش ديري اللي كيبغي يحط ديري حداه واخا لالا مرحبا كيما قلت لكم اللي بغى يدير لها الزعتر ولا حتى في اليو حتى في اليو كتجي انا بعدا كتعجبني في اليو كتحمقني في اليو وبصفه عامه الناس كتبغيها بالزعتر. انا كنديرها هي مالحه
واللي بغى لها سكر كيدير لها سكر. انا كتعجبني كنزيد لها واحد الخويط نتاع العسل كتحمقني بالعسل. ايوا هذه هي كما قلت لكم شيتنا كما كتشوفوا معايا لابسه القميص ديالي ولا القفطان ديالي باش راه حتى الشكل حتى النظره اللي كنستقبلوا بها الضيوف ديالنا حتى هي كتلعب واحد الدور اللي مهم كنبانوا باننا راه فرحانين باش تكوني لابسه ماشي هي تكوني لابسه بيجاما وعادي زعما كنزيدو نكبروا ماشي معناتها ان اللي جا عندي بقاني بالبيجاما راني طيحت لهم القيمه لا بالعكس يو كان حيت هذا نتاع صدمتيني صدمتك لابسه بيجاما انا انت مازال صغيره زعما هنا انا مراه خاصني نلبس زعما القفاط ونستقبل الضيوف ديالي كما كتشوفوا ريما عطرات الجو بالعود ودايره واحد المعطر ديال الجو حتى هو هنايا اللي حتى هو ريحته نتاع العنبر ريحه غزاله وعطي واحد الريحه زوينه كما كتشوفوا بغرات غطيت القباليتي ببابيو سيلفيزي باش يبقاو لنا ديجا فاش كنكون كنحط الطبله اول حاجه كنديرها هو انني كنسربي الطبله هي الاولانيه كنحط المعنات باش كنشوف الحاجه اللي بقات ناقصه هني حطيت بحال هكايا لي طاس اللي بغى القهوه حطيت هما بحال كريمه كريمه اللي كتصور حطيت الكويسات نتاع اتاي انا كنحطهم مقلوبي شي زعما ياكين هادشي اللي تربينا عليه في الصغر مميز ومعلقه اللي بغى شي حاجه وصافي ملي كيدخلوا كيدخلوا حبابنا ما نقولش ضيوفنا كنقلبوهم ونستقبلوهم ان شاء الله وتكون عشيه زوينه وهادشي اللي غنقول الصراحه راه ما كيجي عندك اللي بغاك وكما كيقولوا راه كل خير في دارو كلشي عنده تبارك الله الماكله ما بقاتش شي حاجه اللي زعما كل واحد راه واخا نكونوا زعما كما كنقولوا الزيت والزيتون ياك انزه شنو زعما في دارنا واخا نكون هي الزيت والزيتون واكلين ومرتاحين راه هذيك هي اكبر فرحه ياك ماشي بالضروره ان يكون بزاف راه الشبعه نتاع في القلب والقناعه بالنفس باننا حنايا راه حنا مرتاحين هذا اهم حاجه خليكم معايا الله يحفظك قصي قصي الحجه بعدا قصي ارتاحي وقصوا بعدا ياكين هنا شويه عيني قص ولا واه شويه اجي وقصوا هنا بعدا شويه اجي الحاجه اجي لا اجي هنا بعدا نجلسوا عاد اجي وين معذبين راسكم دخلت عليك بالله واش نتوما برانيين لا ماشي برانيين ايوا هي هادي دابا انا دخلت ماما دخلوا بالخير والصحيحه والله يعطيكم صحيحتكم وما تستاهلوا يا ربي الله يخليكم لينا يا ربي الله يحفظك ويسلمك على حبيبي امين يا ربي امين الله يسلمك الحاجه الله يحفظك الحبيبه الله يسلمك خلي لك صحيحتك الله يحفظك الحبيبه ديالي سالك ترى بنيتي سالك ترى يعني سالك ترى الحبيبه ديالي ماشي الحبيبه ديالي سالك لا ماشي عارفه لا 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 الله يسامحك بالله لا 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 عطيتيني بهذاك كلشي كلشي كيعني لا تبقي الاولاد عطيني خير مرحبا سنو اتا حبيبه ديالي صوري لها بنتي الطبيله صورناها صورتي ان شاء الله على سناء وعلى التاويل ديالها وعلى حداكتها ما شاء الله على ريما خذها ريما هذا استفاد ريما انا هي اللي كنستفاد ديما فيديو ديالك ديما ماما فاش كت ديال ريما ضروري انا ما شاء الله الله يخليك
قبلنا النجاح ديالك بارك الله فيك. انا حبيبه شي قهوه ولا لا اسفي قلت لك تغدى قهوه هي قهوه قلت لك نتغدى لك قبل صحه حسيت قلت لنا عندك بغيتك تبقى كيسلامك شحال هادي ملي كنت صغيره وانا كنسرق الضياف ملي كانت شي واحد شرب شي قهوه كيدك عليها هي كتمشي تطلع عليها شي فوقاش ماشي زعما ناكل بها وندوز باغي كنت نشوى بها شمشي من الروان قهوه عطيها بلا ما تجيب انا عاتبني اللي كيدوا صافي سير اجي اجي نتبادلوا داك الموفاري ليا شكرا لا حبيبتي ماما ويلي في الموف رمضان كريم ان شاء الله نبقاو في رمضان ان شاء الله يا رب 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 تخبركم نوع الاصول ديالها منين منين قولي شيماء الصحراويه من تفوت تفوت والله عز الناس هذا كاين صحراء من تفوت هذه نوع انواع خرجت غير وحده منهم هي نوع انا كيجيني كلشي من المغرب هو هذا كي تفوت كي كمراكش كي اكاديميه المغاربه واخبارك انا راني ريفيه انت ما عرفناش صحراويه ولا ريفيه ولا مغربيه غير يغنيو رياح الصحراء وتنوض كتنقص ريافه كنوض كنقص استنى على حاجه اللي عجبتكم انا فيها كل شيء هذيك لالا مليكه هذيك لالا مليكه هذيك لالا
الغالية. لا أنا أتقل. أجي المطر بن سليمان.